بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو متن الرحبية لأبي عبد الله محمد بن علي الرحبي الشافعي، المتوفى سنة 77 للهجرة. قال رحمه الله تعالى: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرض، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأول ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيد الخص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها، أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لسيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغاز. باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. باب الوارثين من الرجال. والوارثون في الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدل إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. باب الوارثات من النساء. والوارثات في النساء سبع، لم يعط أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. باب الفروض المقدرة. واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسما، فالفرض في نص الكتاب ستة، لفرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. باب النصف. والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. باب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. باب الثمن.
والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. باب الثلثين والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصبي. باب الثلث والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا وهو لاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. باب السدس والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي مازال يقف إثره ويحتذي وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية وإن تكن قرب لأم حجبت أم أب بعد وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لتسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. باب التعصيب وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا
وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وليس في النساء طرا عصبه إلا التي منت بعتق الرقبة. باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط. وبالبنات وبنات الإبن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ثم بنات الإبن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الإبن على ما ذكروا. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات. إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. باب المشركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا. وإخوة أيضا لأم وأبي. واستغرق المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي. واجعل أباهم حجرا في اليم. واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشركة. باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا. واعلم بأن الجد ذو أحوال أبيك عنهن على التوالي. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. هذا إذا مكانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي. وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. باب الأكدرية. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها. زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية. فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة. ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة. باب الحساب.
وإن تريد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لعول يعروها ولا انثلام فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها في الأثر بالعول إفرادا إلى سبع عشر والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون والثمن إن كان فمن ثمانية فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلم ثم اسلك التصحيح فيها واقسم باب تصحيح المسائل وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدا واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تضل عنه واضربه في الأصل الذي تأصلا وأحص من ضم وما تحصلا واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف فاقنع بما بين فهو كافي باب المناسخة وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام فهذه طريقة المناسخة فارق بها رتبة فضل شامخة باب الخنث المشكل والمفقود والحمل
وإن يكن في مستحق المال خنث صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكونه أو أنثى. وهكذا حكم ذوات الحمل يبنى على اليقين والأقل. باب الهدمى والغرقى ونحوهم، وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق. وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة. فنحمد الله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، ونسأل العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغر ذوي المناقب، وصحبه الأماجد الأبرار، الصفوة الأكابر الأخيار.